الحمد لله أنا وحان كهلايا مواضيع بدن أو ما أركتاي أن هويو أنكو سابسن يا قبر يا هوين أيا ما أركتاي ما أنت ما شاء الله يوم مؤتمر كوشيدن يهاي أنا موضوعي وحا وايي تربية عرورتا عرورتا إن هدانا هي قبل مسلمات سيدابان أتربية سنينا أيو موضوعي يهاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد كيف أتعامل مع طفلي سيدابا أولا معامل يا إن المهي غيرك وندلي قاب كيبا أولا معامل يا عرورتا أن هيسنو وإن دهنا نور كودا وندلني ونوحول بكجعلنا هاي يا لدونا يا قاب كالربو إن عرورتا أن أتر بيسنو هو يو ينو إن أنغو أكسون إنت إن بدن غرانا ينو ينهدنا إسحسوسينينا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بإله سبحانه وتعالى إن وقت قاعد عريري يقوله هدبا نقاط أن سوق هذانا وحاوي مثلا تعزيز احترام الذات لدى الأطفال وقضب قضب كالباد وحاوي حاوي إن عرورتي لعزيه وما أركتاي احترام وما أركتاي قدها إلا برو يعني أيقا نحضو ذينا احتراما نفتو ذينا احتراما غير كو ذينا احتراما قضب كالياتون لبادو يقوحي قوح يي تنشئة الأطفال على معرفة حدودي معرورتي إلا بروا حدود ليرة إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كو أبوري مو إسكسي داينين بل سإلهي سبحانه وتعالى وحو أمري وحو أبوري إني عابدان إلهي سبحانه وتعالى وحو نو أبوري إنا نعابدنو الدبع عرورتا أن دلني وحل الدنيا إن الحدود أيالنا أو هو يوحنا كوقف في عن هو يوحنا ويكوقف نهيل نظام كي أن كلا برنا قذبك كلا توس الدحاد وحوى يي عرورتي إن أن برنا محي إيه تو سيد سو عبر اللهين معنا نفط سو عبر اللهين إن ما أرت المها جوسن كابقين إن الله كيستو أو ما أركتاي أد وكو كالصونادو سيدب كيس وكو شيكتو وحبرشا ودريسا المي مركا وحبرشا ودرتو ما انت وحو لسو كلمي وحبكا موجد هداد هو يدب بدن المها غراعي اتاهي المي هي دب كيس كو ما شيغان كرو وكا بقيا ان وحو شيغانايا عيد كلو غورو كلا جوقتو اما انتي دو كو شقيس انايا بدل كي او اديغا دب كو شيغان لها وحيالها اس ايان كا هادلينا بسم الله عملية التشكيل عملية التشكيل وتطوير بأنفسهم عن طريق ردة الأفعال الآباء تجاههم أو من خلال النبرة في أصواتهم واللغة مهمته حوالي علمي إن اللغة نه أتقول هذا الشد لغة لينة أو جلعسن أو ما أركتاي أذ إنها كجلين أو ذنكو قيلين أو ما أركتاي أذ لغة أجلعسه مرك قال هذا إن ذاك ودم هذا قال هذا جيران أو كله تو سيدا أن أخبرت هذا أن مقلنا أنت بدن أما دعوة ينكو هذا إن الماء أسكالك مرك وقعه معلمين توي وهذا النقوليهين وي ما أركتاي دل دال عيان وحي وريستنا عيان لباب كذا بينما أنا جن عرورتي أن عيرنا إنه ونوحب ما أركتها إن نلو ذاك كرين عبسي يأرجع حينا قبان سبب تم إن محل الله سمعنا يا محل عرورتي لو لا يا هاي محي إيه تو اللغة ونعكسن أو كل هذا واسد أن شجنا إني كوكل صونا ذان مدى لباد عرورتي إن أدبرت واحد أسكو في الناشل لده مركا أي يريريهين
laga bilaabo xataa laba jirka ilmaha laba jirka maxay eeyto ilaa shan jir waxay u baahan yihiin cinaaya khaasa ayay u baahan yihiin dhibkooda ma cabiri karaan ilaa waqti aad la qaadato oo maarata jacaylka aad u muujiso haddaad hooyo tahay ama haddaad aabo tahay xilliga ayuu ilmihii dhibkiisa uu kuu sheeganayaa waxaa kaleetoo lagu yidhi caruurtii ha garaacin ha garaacin hadal qalbigooda jareexayana ha ku dhihin ayagoo yaryar waa cajalad caruurta ilmaha yaryar waa cajalad wax walbu way duubayaan haddaad aabbaha la gub tiraahdo haddaad waxyo u xunka iga tag tiraahdo maxaad ii dhibi haddaad tiraahdo oo ciilkii malaha sidii maxayta macluumaadka ay ka sheekeenayaan barnaamijka qiirada maseerka oo kale wuu dhib badan yahay adigoo aabbihii u xanaaqsan ayaad ilmihii jug ka siinaysaa marka waxa ay dhihi jireen ciilkii daway loo qabay war dabac lagu fur marka waxaa waaye caruurtii qalbigooda wax baad u dhimaysaa annaga ma dareensan waxa waaye ilmee muxuu kala fahmi asagaa ugu daran wax walbana wuu fahmi laba jir wuxuu ilmaha ku garan waayo maxay eeto da' ka weyn kuma garanaayo marka meeshaas in ma arta caruurtii naxariis iyo kalgacal loo muujiyo dilkii baa yimid qaabkee cunugaa u garaacaysaa horta garaaca maxaa keenayaa wixii waa ilmo yar marmarka qaarna hadalka aad u sheegi waxba kaama qaadanayo inta yaa dhici kartaa diinta islaamku waxay qabtaa caruurtii garaac aan aada u weynayn oo ma aragtaay jirkooda aan dhibaato u keenayn sida nabiga calayhi salaatu wasalaam baabka salaada markuuna amraayay uu u yidhi muruu awlaadukum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calaa tarkihaa wahum abnaau cashr haddaba jir markuu yahay ilmaha salaada amara lagu yiri haddaba tuko salaada inaad ilmihii ku tidhaahdo ood ma aragta ku waaniso haddii toddoba jirkii maxay aheeto madax taago ilaa toban jir markuu gaaro hadduu madax taago garaac yar oo fudud oo ma arta tahdiib ah ayaa tahdiibinaysaa siduu sheekhulislaam noo xaqiijiyey ibnu baaz wuxuu yidhi dil yaroo khafiif ah ama garaac yaroo khafiif ah kaasoo aan waxba ka taraynin oo ma aragtaay nacfi u keenaayo si ma aragtaay waxaa u halaynaya uu u daayo ilane dowrkii u hadalka tina jaga oo ma aragtay hadalka loo sheegayo muusan gaarin laakiin inaad hadduu dab yahayna kulaalkii wuu dareemayaa hadday ul tahayna xanuunkii wuu yaro dareemayaa laakiin wax weynna ma aha sida awgeed maadaama ilmihii uu ma aragtay waxyaalaha ma aragtay practicalka uu wax ugu arkaayo in ilmihii si tartiib ah oo degan ma aragtay loola macaamilo ayaa la leeyahay midda kaleeto waxaa waayey caruurtii inaan xuduud u hagaajino xuduudda maxaa ka mid ah xuduuddii waxaa ka mid ah in ma aragtaay cibaadaad wax la dhahaa jirtaa akhlaaq wax la dhahaa jirtaa caruurtii inay hooyadii iyo aabbihii iyo raximkii iyo dadka ka waaweyn inay xishmeeyaan in ma aragtaay ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray inuu jiro in salaadda markaan dukanayna ay naga fiirsadaan hooyo kaale ila duko dad baa waxaa jira waxay ku dhahayaan salaad baan dukanaya ilmaha iga qabo nabiga calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen iskama qabani jirin ma aragtaa way ayagoo isagoo dukanaayo ayuu ma aragta marna qaadaya marna dhigaayay oo salaaddii uu ku idleeyey meeshaa maxay ku tusinaysaa waqtiga salaada caruurta inay kula dukadaan si ay ma aragta exerciseka aada samaynayso ama xarakaadkaas uu kaaga daydo masalan waxaa lagu yidhaahday ayaga dhexdooda ilmaheenna ayaga dhexdooda annaga isuma waanino hebel bay iskugu yeeraan waa aboowkaa kaa weyn aboowe hebel dheh waa abaayadaa kaa weyn abaayo hebloo dheh waa ilmaha maxay aheeto ka xisho oo xishme ma ahe wuu kaa yar yahay u naxariisoo gacanta qabo inaa caruurtii isu waanino ayaa la doonayaa gabdhayoo muslimaadka ah waqtigan xaadirka aan joogno hooyo nafis u hayso caruurta ma ay jirto maxay aheeto islaan oo ma aragtaay xataa laga yaababa inaad idin isku diin ahayn magaceedana antii la dhaho
أي عرورتي أنا أنت فراها أوقا قادني أي أن ما أركتاي دنهن أدونك أنكر رعني معاملك قفتاس أجنبك كا أن عرورتا دالين أي أولا معامل إيسو أنك أولا ما معاملينو كالسوني دا أي سين إيسانا أنك ما سينينو وحال الدون يا أذيك وما أركتاي هوش هذا أدونك ودتو عرورتا هذا تربية دوضا إي ما أركتاي علعلين توضا أنت سيسك لحماءها عرورتي عرورتي حضانة أبا هنيهين وحي أبا هنيهين إلا سودة ويو وحي أبا هنيهين إني مكارم الأخلاق لبرو وحاجرتو إن تلفونا أيان أودي بينا عرورتينا تلفونا أودي بينا ما إيه أي بعد نصو قضينا كاتونات أي كفير سنايان كاتونات كاساد أركيسان المها وحي كبرنا أيان بين يوحن مأرتي خيالي محايله قصوين كعروت إيماشة كفر سنة يعني وقصوين آدي آد خطروه دادك سميانا مسلمين معها أكثر قوضة وداد دن كله كله جنعسنا كله كاتونك وفلمان تدادك ديغان وحالة يريب كوا فلمان تعاديك ديغان وحكا قاليسن كوا كاتونك سميان كاتونك محلو سمينا يا محلو سمينا عرورت إني لغو حلاقة يا لو سمينا يا عرورتنا بين بين أيام برينا وحلينا هاي حولي بحدي وحلينا هاي توم أو ما أركت أي بصدقه ينجري أو محي تجير يا دجال ما ينا للي بالله عليكم دد مسلمين أيام هاي وحنا إسكافيرنا عرورتا إن الدين تكود بقنا عرورتا إن أمبرنا كلمات كأيكو هذا يعني كلمات ديني إن يتهاي إن أمبرنا الشهادة إني إلمها لبرو كلمة الشهادة إني إلمها لبرو حتى محاية دين نقطة إنا علمية أتكون مشغول سوى حالنا وعرور وحالنا أيق الدم بما قبان لكن أنا قدم بال أنا قاية الدم بجودة قاضني نوايو أنا قاية قصة ما يني وحيا الله سخلت كاي عرور تقع يا ريان هيك قام مشغوله إن عشر بن آدي هيك قام مشغوله مرتبة إلى جوكتا هيك قام مشغوله إن محاية درك بعند قنا يا أما وح هو شكلان سمي السنة يا ما حد أكتر يهويه كاتونك أو إلما حاجة في السنة يوم محو كبرنا يا مركب وحلو وحلو بهني هاي واجهه الكاتون مجرجرين واجهه التلفزيون عرورته لو حرينا هذا وقت فسحة لو جرا عروري سكولات كوي كسر بحن قريه بيجوعان بالله عليكم ما ما كستوا حتى التلفزيون وحراس كأها سكولك مركب الحر والتلفزيون هجاجين ما ها هو أنا قرو قرا إن وحنا في السنة وحي في التلفزيون في السنة أنا هذا إسكالب أي حتى قوتنا جسكو حكولين إنه هو برنامج في السنينا أي برنامج أي برنامج وحوى أي هو يوحى وقاتا إن مسؤول تهي مالنا ما أنت هنا إنه علم حاجة وكو سبب دونه إن ما أركتاي متيسته عقاب أذن رالك أهين وعقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل الراع في أهله وهو مسؤول عن رعيته نينك قرقيس مسؤول مسؤول أيوكا يهي إن والويديني رعية أيام أرتاي إلى هاي هردقاي تاسو مسؤول كنقون أيو هو يدي عرورتي يوم أرتاي يوالدين تي إنتي لها الماشو إن سيدوك له يدي وحال ويري رعية تهي إلى لساة تهي في بيت زوجها وهي مسؤولة عن أذيعنا وحال قارب هو يين أتكود ذا شو رعية هذا سد أن ما أركتاي أدو إلى شر المهم وحال دونا يا عروره نا إن ما أركتاي أن أن هو وحال ورادي بقرد آياتهاي إن بقرد جرق آياتهاي هو وحال ورادي إن محيط تيرك أوجه ريا أو دحذال آياتهاي وحال الدونا يدجسوا إنا نقطة قرق إنا السكينة وإياشو وقرق ودقو متكالاتو وحاواي مثلا إن وحالو باهاني هاي معي تعروره إن سيدة أنهران أن أشيقني إن لبرو الإنفاق بالحكمة إن وحانا قبضت إسراف وحالده قبضوا مسلمات كإسراف أيانا قبضت عرورتي دوليال إيا بلايا الله سو قضا يعرض كبضان وحادي عكرتا بيلك كلي بركي سبئين لغو استعماله قشنك عرورها اللوغ قدو وما أرتاي لغو حي عرورتي وحالة ربا حتى كوة تيني جاغا هدو وحكو ويديستو مثلا هو يمانتا
waxaan baan ku siini in maanta hadaan ku siiyo 100 shilin waxaan ka rabaa 100 shilin ay isticmaashid oo ma aratay pocket money ga guri aad u isticmaashid birito in kontanka kalena aad meel ku ridid saddexda bilood oo iskoolka u dhiganaayo ilmihi si subaxii inta yarood siinayso inna meel loogu ugu rito inna uu isticmaalo fasaxi markii la gaaro iskoolka la xiro ilmaha gaaduu ku dhaho iyo kabaan raba hadduu ku dhaho waxa leedahay in maxay kiidkaagii aad wax ku urursanaysay away maxay ku gaartay intaa kabihii maxaa ka dhiman intaa waan kugu daray kacsoo godo caruurtii la baro hab isku filnaasho la yiraahdo oon ma aragtaay aan tabdiir aan la barin haddii ay ma aragtaay wanaag ay la yimaadaan oo imtixaanaadka ka soo baasaana maalinta cunto fiican loo kariyo oo ma aragtaay caruurtii laga farxiyo wasiyadayda waxa waay caruurteenna waxaan yidhi waa akbaadana caruurteenna waxa waayey maxay too beerkeenna waay innamaa awlaaduna baynana akbaadana caruurteenna beerkeenna ayay yihiin maxay aheeto oonan u ogolaanaynin dhib inuu ku dhaco kadib تربيضه أو تربية إسلامية أو فريدة من نوعها يعني أد كد داشو هو يي أنت ذلك أد داشو ما دام إله سبحانه وتعالى وكاد وكادجي إن محي حرون وكادجي إنستوشن وكادجي عرورتي أخلاق دي النبي عليه الصلاة والسلام إن أدبرتو إله سبحانه وتعالى وحوكو يري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيدين سقنات الدديه ورسولك عليه الصلاة والسلام حقي سوحي دقا سقناتي أخلاق وناكسن تاسو ما أركتا يا إسكالي أخلاق داس لمن كان يرجو الله واليوم الآخر داد إلهي يوم الآخر رجيني أخلاق دا ميه ليسيد وذكر الله إلهي نحسو إن بدان مثلا وحن كسو قبا قبينا يا والي إدبا تاقن هاي إن وقتي أيان نو سامحينين هؤلاء بدان ويجرين قبر مهلا دوهو أو آد أقيم بدان باجرتي قصو إن محو أها مطالعة العربية كجرته ومر والبو المها يرك وصام ربو ما أركتاي إن قالي مثلا صارت مها مسرورة مع والد حان أبر مها وحي أدي إن أبه أي الرعضي وحي أرعد بيرتي فرأت وحي أركتي هنالك نخلة معوجة بين الشجر إن بيرتي دحذي أم حذيقذي وحي كو أركتي إن محي تجد تمر أقل عضي أي أركتي فتناولت حبا سكل جعل بي يجد كوسو قبستي وقالت وحي تري يا أبي أبو هيا انتظر أبو السوق حتى أنت كأهو نقوي ما أنتوسينو عودها لأن تجد كان قلوا عن أبو أنت كتوسينين بالسوق فتكون السئي أنقطه أجمل مد أو قرح بدن في نظري أركتدا بيرتي ينقف الحمينين فأجاب والدها أبيض هو أجيبي لقد حقيقة كبرت وي ويداتي وطال بها العمر سحسو أنت أي أبحضي مع السلام وقت جاد ويدافتي لم تؤسر كرو ما شاس قبل قبل وحاوي إن المها يركع مركو المير الدلندل يهاي هذا رونت كتربيان ويسو هذا وناك كتر بيان ويسو هذه واجبات كي ما أركتاي وحي الله حرام كأدوك للشيخ ويسو وهو يكا قلو عضو هذا مركو وينادو توسيس كيسو وي أذكتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.